طيب الدرس اللي قبل الأخير في الانترميديت ماشين ليرنينج اللي هو البوستينج، تمام؟ مفهوم البوستينج بدي أقرب لك إياه، إنه يعني إنه بدنا نحاول إنه إحنا نحسن النتائج، بدنا نحاول إنه إحنا نحسن النتائج. فخلينا نرجع هنا لهذا البلوج وارجع لكم هنا عند التايبس اوف ماشين ليرنينج عشان تكون عارف السياق. في هنا عندي في التايبس تبعت الماشين ليرنينج، في هنا عندي الانسمبل ميثودز. انسمبل ميثودز انا بعمل كومباينيشن لاكثر من ميثود، في عندي اكثر من طريقه انه نعمل كومباينيشن. في عندي ستاكينج، باجينج مستخدمة في الراندوم فورست اوريدي استخدمناها، وفي عندي البوستينج. خلينا نشوفهم. يبقى زي ما حكينا في عندي ثلاثة طرق. في الستاكينج شو بصير؟ زي ما انت شايف انا عندي هاي البيانات وفي عندي اكثر من طريقة مختلفة. ايش في عندي؟ كيانان مر علينا، ديسيجن تري واس في ام، هدول ثلاثة الجوريثمز مختلفة بروح بعملهم كومباينيشن، تمام؟ عشان اطلع الفاينل، عشان اطلع الفاينل ليبل، تمام؟ فبالتالي هدول يعني هذا حكى انه هاي كلاس والتنين هدول حكوا كلاس تاني، تمام؟ فبروح بطلع الفاينل ديسيجن انه هذا الكلاس لانه هو الاغلبية، تمام؟ هذه طريقة اسمها ستاكينج، انه انا بروح بعمل يعني بكدس اكثر من ماشين ليرنينج الجوريثم مختلفات، تمام؟ وبعمل كومباينيشن للديسيجن تبعهم بعدة طرق. ممكن استخدم ريجريشن هنا، او ممكن استخدم اسلوب بسيط اسمه الهارد فوتينج. هارد ايش هو الهارد فوتينج؟ ثلاثة حكوا كلاس A واثنين حكوا كلاس B، فبالتالي نتيجة كلاس A، تمام؟ هذا الستاكينج. نيجي للباجينج. ايش هو الباجينج؟ مستخدم عادة في الراندوم فورست. الراندوم ريجريسور اللي احنا بنستخدمه هي عبارة عن انسمبل ميثود، وطوال الوقت كانت بتستخدم اسلوب الباجينج. ايش هو اسلوب الباجينج؟ انه انا عندي هاي البيانات بروح ببني منها تري، وهذه تري وهذه تري، او بالاحرى انه كل مرة بعمل له فيد للبيانات بترتيب مختلف. نفس الالجوريثم بتلاحظ انه هو ديسيجن تري، تمام؟ بس ايش الفرق؟ انه في هاي التري انه ترتيب البيانات كان بشكل معين، هاي بشكل مختلف، هذه بشكل مختلف ثالث. فبالتالي هنا كل مره بعمل لي initialization different set بطريقه راندوم، يعني لانه هذا الالجوريثم اصلا حساس لترتيب البيانات. فكل مرة بتطلع أنا عندي، لاحظ الشجرة هذه مختلفة عن الشجرة هذه من ناحية التفريع. هنا أنا في عندي فرع هذا مش موجود، وهذه الشجرة مختلفة عن. في النهاية كل شجرة بتروح بتطلع لي ليبل، تمام؟ وبروح بعمل averaging للريزلت، إنه هذا عنب عنب وهذه تفاحة، فبالتالي عنب، تمام؟ هذا الأسلوب اسمه bagging. باختصار ايش بيختلف عن الستاكينج؟ هنا نفس الالجوريثم ولكن ترتيب البيانات مختلف. هنا نفس البيانات ولكن سيم داتا ولكن الالجوريثم مختلف. الاسلوب الثالث اسمه بوستينج. ممكن اقرب لك اياه، انه انا بدرس لغات ورياضيات وعلوم. في اللغات والرياضيات أنا وضعي ممتاز، بس العلوم وضعي مش تمام.
ايش تتوقع انه الحل لإلي؟ اخذ دروس زياده في العلوم. الشغلات المسائل انا بغلط اكثر شيء في مسائل العلوم، هيك صح؟ تابعين معايا؟ تمام. حكيت انه انا اسوأ حاجة في العلوم، انا وضعي في الرياضيات ممتاز واللغات ممتاز، بس في العلوم المسائل اللي انا باخدها مش كتير بجيب فيها. فايش بدي اسوي؟ بدي انا اخد تدريب اكتر في المسائل اللي انا بغلط فيها. هذا الاسلوب ايش اسمه؟ بوستينج. اسلوب انه انت بتعطيني دفعة في الشغلات اللي انا بغلط فيها. فلاحظ لي هنا على الرسمة، في انا عندي داتا سيت عملنا منها 3، تمام. هلقيت بروح بعمل a new set of data. ايش مكونة؟ غالب بيعطي فيها اولوية للبيانات اللي انا غلطت فيها. بنروح بناخدها كمان مرة على decision tree. طلعت معاي decision tree احسن، برضو بكرر نفس العملية وهكذا. فبالتالي هي عبارة عن sequence of steps cycle، تمام. انا عندي مسائل في مواضيع مختلفة، في الرياضيات وعلوم ولغات. الرياضيات والعلوم وضعي تمام فيها، في اللغة في اللغات والرياضيات وضعي تمام فيها، في العلوم المسائل انا بغلط فيها. فبالتالي بنروح بنعمل مسائل جديدة وبعطي أولوية أكثر لمسائل العلوم. نعم، اللي أنا أضعف فيها. تمام؟ فبتطلع أنا عندي decision tree تانية، ها وضعها أحسن. بكرر العملية لغاية لما أحصل على accuracy أنا أكون راضي عنها. هذا مفهوم البوستينج. تمام؟ طيب. فواضح؟ واضح الكونسبت؟ موجود الرابط على الصفحة عندي. هذه المدونة اسمها Machine Learning for Everyone أو for Everybody أعتقد. For Everyone. الرابط بتلاقيه موجود عندي. هاي. ايوه، ماشين ليرنينج فور ايفري ون، كثير مرجع ممتاز بالنسبه لك انه انت بترجع له من وقت للثاني. طيب، هاجيت احنا في الاكسرسايز هذا حنحكي عن البوستنج، وتحديدا اللي هو الاكس جي بوستنج، لانه في انواع كثيره اللي هو اكستريم جريدينت بوستنج. إذا أنت لاحظت هاي هذه زي كأنه ممكن نعملها في formulation as a search problem، تمام. فبالتالي ممكن نستخدم معها حاجة اسمها gradient ايش مفهوم الجريديان ديسنت؟ ديسنت معناها نزول. وين بدي انزل؟ على المنطقة اللي فيها اقل ايرور. فبالتالي هي عبارة عن سيرش بروبلم. وين اقل ايرور؟ تخيل هدول عبارة عن كونتور لاينز، عارفين خطوط الكونتور، تمام؟ فبالتالي انا في عندي انا داخل على منخفض تحت، انا بدي اروح للمنطقة هذه، تمام. وانا عندي الستارت بوينت هنا. فبالتالي ليش احنا عملناها as a search problem، عملناها formulation as a search problem؟ لانه انا ممكن اتجاه السيرش يكون عندي بهذا الاتجاه. هل حصل للقاع؟ لا، ممكن يكون بهذا الاتجاه، ممكن يكون بهذا عدد لا نهائي من الاتجاهات البحث. انا بدي اجيب الاتجاه اللي بيوديني على النزلة،
فممكن اروح بعدة طرق. في انا عندي gradient descent, gradient بشكل تدريجي, وهذا الكلام مستوحى من الطبيعة, من النمل تحديدا, لأن النملة انت عندك لما تنزل على القاع في عندها اسلوبين, بتروح بتختار المنحدر اللي الانحدار تبعه اقل شيء وبتروح بتمشي فيه. هذا في حال لو كان معها حمل ثقيل, تمام, فهذا بنسميه gradient. وفي عندك اسلوب تاني اسمه الستيبست. ستيبست يعني انت بتروح بتشوف وين اكتر دحلة شديدة الانحدار وبتنزل فيها. الاثنين بيجيبوا نتائج, الاثنين بيجيبوا نتائج, بس هذه طريقة مختلفة عن هاي. هذا موضوع تاني, هذا اسمه اللوكال والجلوبال اوبتيمم. يعني اوكي, انا بس بدي رسمة عشان تقدروا تتخيلوا. هذا بدي اياكم تتخيلوا بالشقلوب, لانه احنا بندور على اقل ايرور. هذا بدور على يعني مثلا لو انا بدي اعمل اوبتمايزيشن مثلا للمبيعات, فهذه المنطقه بتجيب لي اعلى مبيعات, فبالتالي هنا بتصير ماكسمايزيشن بروبلم, مش مينيمايزيشن. بس هدول بدي اياكم تتخيلوه بالمقلوب, انه انا في عندي هنا قاع لوكال وهنا جلوبال. هنا ممكن انه الالجوريثم يكون استكت انه يقدر يقول لك انه والله هذه اكثر منطقه منحدره, يعني اكثر اعمق قاع موجود عندي, لكن فعليا في عندي اعمق منها, فبالتالي بيكون استكت في هذه المنطقه. فبالتالي هنا برضو هاي تحدي ثاني للالجوريثم, انه يكون استكت في اللوكال ولا في الجلوبال. وهذا الشيء برضو حنواجهه في النيورال نتوركس, تمام. موضوع اللوكال والجلوبال برضو الالجوريثم بده يكون في عنده القدرة انه هو يقدر يتخلص من اللوكال ويعمل قفزة في منطقة تقدر تجيبه للجلوبال اوبتيمم. نعم, حسب ايش ممكن لا, مش هيك الفكرة. الفكرة انه انت عندك هنا في النقطة هذه بتجرب عدة اتجاهات في السيرش, تمام, هاجيت كل الاتجاهات بتقول لك انه هذه المنطقة هي اللي اقل, بس بده يكون في عندك exploration, استكشاف لاتجاهات بحث على مستوى بعيد, انه بتقول لك في هنا في عندي انحدار تاني ممكن يؤدي لأعمق نقطة, مش انه موضوع انه تجريب اكثر من شغله ان باراليل. احنا بنحكي على ايرور, انا بحكي على ايرور, تمام. هجيت الفكره في الموضوع انه احنا بدنا نوجد ديسيجن, مجموعه decision trees بتجيب لي اقل ايرور. مش حكينا انه هذه عباره عن سيرش بروبلم بوستنج, يعني هاي الشجره الاولى, تمام. في الشجره الاولى هذه انا وين غلطت اكثر شيء؟ غلطت في مسائل العلوم. لقيت الشجره الثانيه يفترض انه هي تقلل الايرور عندي, فبالتالي هنا الانتقال من هنا لهنا هي عباره عن سيرش بروبلم, انه نوجد الشجره اللي بتعزز عندي القدرة على حل مسائل العلوم ويكون في شيء عندي فيها غلط. فبالتالي هنا بدك تتخيلي انه هاي الرسمة هي عبارة عن مجموعة من الحلول, هي عبارة عن decision tree. هذه decision tree جابت error هالقد, هذه decision tree جابت error هالقد. احنا بدنا مجموعة الشجرات اللي بتأدي للمينيموم error,
مش بيانات، لا انا بدي المودلز اللي بتجيب لي اقل ايرور. تمام. اذا في حدا كمان عنده سؤال لا يتردد، لانه موضوع البوستينج فعليا هو واحدة من الطرق اللي انت اذا بدك فعلا تحسن النتائج وتدخل الكومبيتيشن ممكن تروح باتجاه البوستينج، واحدة من الخيارات. هذا الكلام بدي اعرج لك عليه هنا، انه احنا في اخذنا شغلات كتيرة، وين اروح وين اتجه؟ فبالتالي هذا الكلام في الرسمة هذه. فبالتالي هذا سؤال جيد، وين اروح انا؟ طيب هنا البيانات تبعتي بسيطة والفيتشرز كلير، بروح باتجاه الكلاسيكال. تمام. لما ما يكونش عندي بيانات بروح باتجاه رينفورسمنت. لما بتهمني الكواليتي في الريال بروبلم ممكن اروح انه الكلاسيكال النتائج تبعتها انا مش راضي عليها، بروح باتجاه الانسمبل. تمام. ولما البيانات تكون كومبليكيتد، هذه في حال البيانات كانت انه كلير ستراكتشرد ولكن النتائج انا مش راضي عليها، بدي اعمل دفعه في النتائج، فبروح بنتقل من كلاسيكال لانسمبل. في حال كانت البيانات كومبليكيتد والفيتشرز مش واضحه، ممكن اروح اتجه باتجاه الديب ليرنينج، لانه الديب ليرنينج بيعمل فيتشر انجينيرينج هو لحاله، يعني انه يعني بيقدر انه هو بالضبط، وبيقدر يتعامل مع الرو داتا، بيقدر يتعامل مع صور، بيقدر يتعامل مع تكست. تمام. طبعا فيديو، حتى مع فيديو. فبالتالي هذه الفيتشرز بدل ما انت تضلك تعمل ستراجل وتطلع فيتشرز من البيانات تبعتك، او تعمل فيتشر انجينيرينج، بنحط الموضوع الفيتشر انجينيرينج كله في حجر. وين؟ في حجر الماشين ليرنينج الجوريثم، في حجر الديب ليرنينج. فبالتالي هو بيعمل فيتشر انجينيرينج وتريننج. اما قبل فيتشر انجينيرينج عليا والتريننج عليه. تمام. فاحنا رحنا نقلنا هذه الجزئيه عنده كذلك، فعشان هيك هذا الاسلوب اسمه الديب ليرنينج. هجيت ممكن لو ما انا حصلتش نتائج كويسه في الانسمبل اروح للديب، ممكن لو انا في الديب بدي اروح استكشف الانسمبل ميثودز هو البوستنج برضو كذلك ممكن. فبالتالي هدول الطريقتين تمام ممكن تعتبرهم ان هم منافسات لبعض، يعني نوعا ما الى حد ما. تمام. عشان هيك هذه المنطقة، منطقة الانسمبلز، منطقة البوستنج تحديدا، بتكون عارف انت وين تستخدمها، لانه لازم تستخدم، بدك نتائج كويسة لازم تستخدمها. تمام. صحيح. هل في مانع لو كانت الفيتشرز موجودة يعني واضحة انه انت تطبق عليها ديب نتورك؟ ما فيش مانع. ما فيش مانع. العكس لا. طيب يبقى اتفقنا احنا بدنا نشتغل هنا كمثال على مكتبة اسمها اكس جي بوست. وما هي الاكس جي بوست؟ اكستريم جريديانت بوستينج. مفهوم الجريديانت فهمناه والبوستينج فهمناه. في حدا ضايل مش واضح عنده هذا المفهوم؟ فبالتالي هو موجود في باكج لوحدها، اكس جي بوست امبورت اكس جي ريجريسور، بتعامل مع النيوميريك داتا. كيف بتعامل معها؟ بروح بعرف منه اوبجكت ماي موديل، وزي ما تعودنا فيت
model.fit model.predict سهل جدا التعامل معه. بس المهم الكونسبت انه نكون عارفين شو معنات البوستنج. طيب هاي استخدمناه في التريننج، هاي عملنا بريدكشن. يبقى بريدكشن بتساوي ماي موديل دوت بريدكت. هذا الموديل عباره عن ايش؟ اكس جي بوست. حسبنا الايرور طلع معي هالقد، تمام. نيجي لموضوع الباراميتر تونينج. دفعة، تسريع، تحسين. ايش في عندي باراميترز ممكن اعملها بوستينج؟ في عندي شغلتين مهمات اللي هو النمبر اوف استيميتورز، تمام؟ وفي عندي حاجة تانية اسمها الليرنينج ريت. مفهوم الليرنينج ريت يا جماعة، قديش مقدار التعلم؟ عشان ايش؟ ممكن اقرب لك اياها بمثال انه لو احنا اعتبرنا انه learning rate عبارة عن قيمة بين الزيرو والواحد، فبتقدر انه تعتبريه انه بيمثل انه قديش سرعة التعلم عندي. يعني على سبيل المثال لو انا كانت عندي learning rate point واحد، بدي مسائل كتير في العلوم، تمام، عشان يتصحح الخطأ عندي. ليش؟ لأنه التعلم عندي بطيء. طيب لو عملت الزنبرك أنا عندي زي هيك وزودت الليرنينج ريت وخليته 0.7، معنى ذلك أنه أنا بتعلم بسرعة أكثر، فبالتالي بحتاج مسائل أقل، تمام، وفي نفس الوقت هو فعليا مش عدد يعني المسائل. سرعة الاستيعاب، لما تزيد سرعة الاستيعاب بيعطيه مسائل أقل. بالضبط، لا مش مسائل أقل. ممكن نعتبره تريننج أقل، بس هنا بدنا ندخل في مفهوم الإيبوك. إيش هو مفهوم الإيبوك؟ نفترض إنه أنا في عندي 10 problems in science. في عندي 10 مسائل في العلوم. هجيت في learning rate point واحد، انت كم مرة بتحتاج تدرسني مسائل العلوم العشرة هدول عشان انا استوعب؟ 7 مرات، 20 مرة، 50 مرة. لنفترض انه انت عملت لي train on science problem اربعة عشر مرة. فهدول انه انت تدرسني العشر مسائل 14 مرة، كل مرة بنقدر نسميها ايبوك. عشان يقل الايرور انا عندي، لنفترض انه الايرور انه اجيب مثلا مسألة wrong out of 10،
بينما إذا كان الليرنينج ريت 0.7 هم العشر مسائل بس كم مرة بتحتاج إنه أنت تدرسني إياهم؟ ممكن يكون مرة أو بالكتير مرتين. خلص بستوعب بسرعة أنا، تمام؟ عشان أصل لنفس الإيرور. معنى ذلك إنه أنت بيجي عندك انطباع إنه كل ما زودنا الليرنينج ريت أحسن، صح؟ لا ممكن يصير في عندك حاجة اسمها يعني fluctuation، تذبذب. ايش هو الفلكشويشن؟ خليني هذا تخيل معايا صرنا ما عارفين شو معنات الإيبوك، صح؟ أنا عندي الإكس وعندي الواي الإيرور، يفترض إنه الإيرور يقل معايا زي هيك لغاية حد معين، فبالتالي هنا أنا عندي الأوبتيموم. هلقيت لو كان الليرنينج ريت عالي، تخيل طلع على الرسمة كويس، معنى ذلك إنه القفزات أنا عندي في الإيرور كبيرة. لا هذه أقل، لا ارجع، لا هذه أقل، لا ارجع، زود نقص، هاي مفهوم فلكشويشن. بينما لو كانت انا عندي الليرنينج ريت نوعا ما شويه قليل، معنى ذلك انه القفزات تبعتي صغيره زي هيك، هذه اقل حاجه، لا هذه اعلى، لا برجع هنا عند الاقل، بقدر اني احددها، بتجنب الفلكشويشن، تمام؟ فبالتالي بدك تختار هذا البراميتر بعناية، بدك يكون في عندك تريد اوف، تختاروش كتير منخفض وتختاروش كتير عالي. في عندك اسلوب انه انت اول ما تبدا تريننج تبداه عالي، اول ما يصير عندك فلكشويشن بتروح بتنزله، فبصير هذا ادابتيف ليرنينج ريت، تمام؟ فهي مفهوم الليرنينج ريت. واضح هذا البراميتر؟ طيب في عندي باراميتر ثالث اسمه early stopping rounds. ايش هذا البراميتر؟ بطلب من الموديل انه يعمل stop iteration لما ما يكونش في عندي improvement. كيف؟ افترض عندي انه الايرور بيفترض بينزل 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 وبعديها استقر زي هيك،
تقدر تعتبر انه من الفتره هذه للفتره هذه انه بعد الفتره هذه في استقرار في الايرور زي ما هو. ايش مفهوم الايرلي ستوبينج؟ هي عباره عن فاليو لو حطيتها مثلا 10، ايش معنى هذا الكلام؟ بعد 10 ايتريشن، هاي هذا المنطق، ما كانش في تحسن ستوب. ليش انت تضلك مشغل التريننج وحطت لي مثلا 500 ايبوك تمام، وانت بعد الايبوك اللي بعد ال 110 بطل فيه تحسين، والايبوك الواحده بتاخد معاك شوف قديش بتاخد وقت، ليش تضلك تستنى هذا الوقت كله تمام؟ فهي مفهوم الايرلي ستوبينج، انه بعد عدد معين من الخطوات انت بتحدده فيش امبروفمنت، فيش فرق بين الايرور هنا والايرور في الايتريشن السابقه، خلاص ستوب. فبروح بعمل كيب لهيستوري لعشر خطوات، اخر عشر خطوات عشان يقدر يحدد يعمل ايرلي ستوبينج او لا تمام. يبقى هدول الثلاثه باراميترز اللي هو number of stimulators، عدد الشجيرات، والليرنينج ريت تمام، هما التنين هدول اللي بنلعب فيهم. هنا حط الايرلي ستوبينج قديش؟ 5. يبقى هنا عرفت الموديل تبعي اللي هو الاكستريم جريديانت بوستنج ريجريسور، وحطيت 2 باراميترز نمبر استيميتور 1000 والليرنينج ريت 5 من 1000، اقل من الواحد من 10 تمام. عدي هخليك الان في الاكسرسايز تزوده وتشوف كيف النتيجه. وحددنا الايرلي ستوبينج وين؟ في عمليه الفيتنج، في الفيت لانه يعني هذه اللي فيها ايتريشن. فهنا اخر 5 ايتريشن فيش تحسن، خلاص لوحدك اعمل ستوب. وهنا اديته الفاليويشن سيت، هنا اديته التريننج داتا، وهنا الايفاليويشن سيت. هنا الفيربوز فولس وترو شو معناته؟ مقدار التفاصيل في الاوتبوت. فهنا فولس بديش تفاصيل، ترو بروح بورجي لك كل ايتريشن ايش صار معه تمام. بس هنا يعني زي انه يطلع لك اوتبوت ولا لا. نعم حاجات بخلي لوج انا عندي بالايرور لاخر 5 خطوات تمام، بروح بطلع على اخر 5 خطوات هذا، لقيت انه الايرور فيش فيه تحسين، ايش يعني فيش فيه تحسين؟ ما قلش، خلص بعمل ستوب. ممكن يحسن، ماشي يعني هو في الغالب قصدك انه انا فاهم قصدك انه انت عندك هنا انه انت استكت يعني. خليني امسح الرسمه هنا، انه هنا صار يقل 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 وبعديها ارتفع تاني تمام، بعديها رجع قل اكثر. فهذه بتقدر تعتبريها انه هي لوكال وهذه جلوبال، ممكن جائز يعني انه يجوز ذلك يعني. بس الفكره هنا انه بدك تعمل تريد اوف، فبالتالي هو بده يكون باراميتر موجود في حال انه بعد خطوات معينه يمكن هذه اصلها بعد 1000 ايتريشن، انا ما عنديش الامكانيه اني اعمل 1000 ايتريشن، فبالتالي بده يكون في عندي ايل ستوبينج ان انا احدده. ما يعني ما بديش ان احددها، خلص بسيبه هذا فاضي، بحددوش هذا الباراميتر بحددوش، فبالتالي بضله يعمل لغاية لما يخلص. لو كان في عندي باورفول ماشين
وعادي ممكن استنى، فبالتالي انه ممكن ما احطش هاي. بس انا لو بدي يعني نتيجه انه يكون فيها التريننج اتريشن معقوله واحصل فيها نتائج كويسه بحط هذا الباراميتر. فكيف بحدده او يعني كيف هو بيعرف انه صار في تحسن او لا؟ بخلي لوج لاخر خمس نتائج. ليش اخر خمسة؟ لانه حددت فينا خمسة. لو انا بدي اخلي اخر 100 نتيجة او اخر 10 نتائج بحدد الباراميتر. لو في الخمس نتائج هدول انه الايرور ما كانش يقل خلاص بعمل توقف. طيب في عنا باراميتر رابع اسمه number of jobs، لانه هذه العملية كتير انه تتطلب computational power، فبالتالي ممكن احدد عدد الجوبس اللي ممكن تشتغل in parallel. فبالتالي هنا حطيت number of jobs بتساوي 4، لانه انا عندي او على بالاحرى على الكاجل كيرنل بيديني CPU في 4 cores، فبالتالي ممكن احطها number of jobs بتساوي 4، بتعمل speed up. تمام؟ فبالتالي فعليا هذا اللي حيلزمك في الاكسرسايز في كل البارامترز. ممكن تستخدم هذا البارامتر تسرع عندك الاكسكيوشن. فالاكسرسايز الجاي ايش بطلب منك؟ انه انت تغير في هذا وتغير في هذا وتشوف ايش تاثيره على النتائج بنفسك. تمام؟ حلو الاكسرسايز؟ بعد البريك؟ مش عارف هما يعني اليوم ليش متأخرين في البريك؟ طيب مطلوب في هذا الاكسرسايز انه هاي قرأنا البيانات، عمل دروب للميسنج، حدد الاكس والواي، قسم البيانات وترين وتست سبليت، حدد الكولومز اللي الكاردينالتي تبعتهم لو والنيوميريك. تمام، واخذ منهم نسخة، وهنا طبق وان هوت انكودينج بس هاي المرة باستخدام الباندا انه خطواتها اسهل شوية. تمام، فهاي الميثود جيت داميز بتعمل لي وان هوت انكودينج. طبعا نتيجة هذا الاشي انه ممكن تكون ترتيب الاعمدة مش نفس الترتيب، عشان هيك انا بعملهم اللاين. فهذا الكود جاهز يعني اوريدي، بس انت تكون عارف هو ايش بيسوي. فالجيت داميز بتعمل لك وان هوت انكودينج للبيانات، الاونلاين بتروح بترتبهم نفس ترتيب الاعمده. هاي الشغله مهمه بالنسبه لي. هجيت بناء الموديل، فانا ممكن ابني موديل زي ما هو طلب، انه بده موديل واحد وبس تغير في هذا البارامتر، انه او مش تغير في بارامتر، انه ما تلعبش ولا بارامتر، تستخدم الديفولت بس، طالب منك انه تحط الراندوم ستيت بتساوي زيرو. تمام، وبس انه براكتس على الكود. فهاي الموديل عرفت اوبجكت منه فت، تعمل تشيك وبعديها بدك تستخدمه في البريدكشن. تمام، بس هاي كل القصة الان. وهي حساب الايرور، يبقى ثلاث شغلات، يبقى تعريف الموديل اكس جي بوست فت بريدكت ايفالويت. هاي الخطوات انه طلع معك انه زي هيك. هجيت هذه الخطوات حط لك اياها في كود واحد. ايش طالب منك هنا؟ انه في الموديل 2 انه انت بدك تعرف النمبر اوف استيميتورز والليرنينج ريت، تلعب فيهم هدول وتعمل الخطوات اللي حكى لك عنهم فيت بريدكت ايفالويت وتحسب المين ابسولوت ايرور. هنا قديش طلع معايا النتيجه؟ 15920. طيب هذه حطها 0.7 زي هيك. وعلى فكرة لسه دايل شغال في الكود اللي تحت ولا خلص؟ اوكي ماشي. يبقى هنا ممكن نبدأ من البداية، هذا السيت اب وهذا.
هنا نيجي لموديل 2 انه احنا حطيناها 0.7. شوف قديش طلعت معاك 21,000. نعم. طيب حطها 5%. بيطلع 16,15,900 يعني 16. طيب بدنا قريب من البوينت واحد. هاي بوينت واحد. خمستاش وتسعمية وعشرين قديش كان قبل؟ 15,900 وإيش؟ نفسه؟ طيب نحط 9. ستاش زاد. يعني حوالين الواحد. طب جرب بوينت 2 بزيد ولا بقل؟ ستاش بالضبط. فيعني تقريبا بوينت واحد. وهنا ممكن النمبر اوف استيميتورز، نمبر اوف استيميتورز الرينج الغالب اللي انا بشوفه دائما بين المية والالف. فممكن نجرب حاجة اكستريم الف زي هيك، بتطول شوية. خمستاش. نعم. طب هنا نرجع نقلل هنا تاني. 0.9. زادت. فزي هيك. فبالتالي انه ممكن نجرب في هذا البارامتر في هذا البارامتر. عندك حتلاقي عندي في الكيرنل تحت كود بحاول اني اجرب بين هدول التنتين. عملت لهم عملتهم في لوب. فهنا ايش عملت؟ هاي حطيت نمبر اوف استيميتور، حطيته كرينج 100 200 300 400 لغايه ال 1000. والليرنينج ريت برضو عملته عباره عن رينج بوينت 1 من 1000 2 من 1000 3 لغايه بوينت 12. لانه احنا اتفقنا انه اكثر من هيك انه بيصير انه لا بيصير انه اكثر من هيك لا. طيب بعديها رحت عملت نستد لوب، بدي اجرب التنتين لانه احنا كنا نثبت واحده ونجرب في الثانيه، فقدرنا نجرب كل الكومباينيشن هذول التنتين زي هيك. تمام. وحطيت النتائج انا عندي في ديكشنري. تمام. حاولت اني اعمل بلوت بس ما خلصتش اكسكيوشن، بس لحزن الحظ انه انا فتحت الصورة هنا. هاي انت تعال تطلع هنا ايش الديكشنري انا عندي الكي. شايف الرقم هذا باين عندكم؟ يعني هنا 300 اندرسكور 1 من 1000، هنا 300 اندرسكور 2 من 1000 وهكذا. فبتلاحظ انه هنا الايرور حدا عند ال 300 بيقل بيقل لغاية أقل نقطة قديش؟ عند البوينت واحد. عند ال 11 وال 12 برجع بطلع تاني. هنا بدخلنا في منطقة ال 400. عند ال 400 برضو بتلاحظ نفس الإشي، بنزل بنزل برجع بطلع عند البوينت واحد أقل إشي. فبالتالي بقدر إنه أصل لقناعة نوعاً ما إنه البوينت واحد على كل هذه. أنا أخذت جزء من البيانات، ما أخذتش الرسمة كلها. لعند ال 500 البوينت واحد انه بتجيب لي اقل ايرور. هذا من ناحية الليرنينج ريت. كيف؟ لا باقي الرسمة مش موجودة، مش ماخد يعني هنا اخدت جزء من البيانات لانه بدي اكمل الرسمة كنت. هذه شغلة. الشغلة الثانية بدك تشوف النمبر اوف استيميتور 100 200 300 لغايه ال 1000 مين افضل واحد فيهم. فهي الرسمه ممكن نقلبها نخلي كل نمبر اوف استيميتور عباره عن لاين مختلف، وتحت بيكون اللي هو الليرنينج ريت. فبالتالي بيطلع انا عندي اكثر من خط مع بعض ببين عندي مين اقل منحنى. تمام. فالمره الجايه ان شاء الله بنحاول نظبط هاي الرسمه. بس هاي الاكسرسايز انه انت ممكن تتمرن عليه
وتكمل عليه وتحاول تعمل الرسمه للمره الجايه. يعني لو حابب انه انت تعمل براكتس، يعني انا متاكد انه انت حتكون مشغول تخلص اللي عليك الواجبات. تمام. ايش عليك واجب؟ اللي فات كل اللي فات بس.